الحين شاب برنامج واضح خلاص خذ صدق بدون كذب. طيب المهم قمت انت العصر ما في فقرات ما في شيء، البث لازم يكون شغال، بك ان شاء الله يصور الدلال. صح. ما عندي في لحيتك. حلو؟ حلو. انا جيت تكيت انا يا بهاجي هنا، يا ما معي احد، الكاميرا قدامي بعين فيها الحين. ايه؟ معي؟ ايه. الكاميرا قدامي، اقعد عين فيها. ما معي خوي. انا كيف اغطي البث الحالي؟ اكلم الجدران؟ ودك انك تكلم الجدران في سبيل انك تقدم شيء. بس. مثل قبل لا تجي الحين كنت اقدم شيء مع الجدران. حلو، وش كنت تقدم كبير قبل تجيك؟ كنت اقدم مصارحه. هل الكلام هذا معليش هل الكلام هذا يصدق؟ هذا شيء من داخلي ويعلم الله، ما يعني العالم تاخذه من مصداقيه. معليش البث الان اللي يعينون فينا تقريبا فوق 20,000 شخص. حلو حلو حلو. طبعا برنامجنا كم بيت في السعودية، كم بيت في الخليج، الأردن، العالم العربي، كم في شاشة الآن حط على قناة الواقع؟ كثير، واجد، بالألف. صح. كم واحد متكي على اليوتيوب يعاين فينا؟ كثير. بالألف. هل يعقل مش على العنزي يصار هذول كل أبوهم؟ اسمح لي أنا أقول كل كلامك هذا. بس ما سألتني وش المصارحة. المصارحة ما معنى كلمة مصارحة؟ إيه أنا صريح في شيء هم يجهلونه. المصارحة تطلق على كل شخص؟ لا أنا أصرح في شيء هم يجهلونه عن بعض الأشياء، ممكن عن محتوى، ممكن عن سالفة، أصرح في شيء هم ما يعرفونه. أنت تصرح في الحقيقة، أنت تعطيهم الحقيقة، عرفت؟ إن كانوا صدقوها فهم أطيب مننا، وإن ما صدقوها فهم بعد يعني طيب على طيب، لكن هذا شيء من داخلك. انت تتكلم والله عن النوم صراحه، عننا كلنا، ان فعليا حنا حتى لو رقدنا بدري في بعض الاحيان الا ما تجيك الغطاء، لان في البرنامج بعض الاحيان والله نتعب. شوف قبل اشارك في برنامج كنت ابث في التيك توك، يجوني ناس اتهرج انا وياهم ساعتين انا لحالي. صح. لبت الجوال وتهرج. هل التيك توك بثه نفس البث التلفزيوني؟ لا. طيب كل هالحال انا في التيك توك ما كنت معي مشعل، اقدر اغطيه الحال. ليه هنا ما تقدر تغطيه لحالك؟ اول شيء انت احيانا انت ترى نفسك في الكام، انت توجه عينك للكاميرا. احسنت. هذه الناس يشاركونك. اي والناس يشاركونك في اي كلمه بتقولها. يا سلام عليك. هذه او اي شيء بتقوله. نعم. فهذا شيء يعود حتى على نفسيتك وبالعكس يحمسك اكثر انك تتكلم زياده. نعم كلام يفتح جميل. لك حتى مواضيع من سؤال ينولد. نعم. سؤال جديد. انا بأتهرج معك بكل صراحه. اسلم. من قال سؤال؟ انا اوعد بالله كلمه انا تعيني في بث تيك توك شخصيه اكثر من الشخصية اللي البيت. توجد في البث التلفزيون. ليش؟ تلقاني تهرج مع ذا، رد على ذا، من ذا الكلام، من ذا العلوم. هنا في برامج واقعية ما تقدر تغطي بث لحالك مهما كان. صح. لو انك ويش مهما كان ما تقدر. صح. الا اذا انا طال عمرك شو اسمه داعية، افتح الكتاب شوف طال عمرك ايه هذا يقدر يغطي بث لحالك. إيه افتح بس. الكتاب طال عمرك كل يوم عندنا درس عن الصدقة وتهرج في الصدقة وعين في الكاميرا تكلم. أسرد الدرس حقي لمدة نص ساعة، أقفل كتابي وكرمكم الله. صح. وأضرب الباب. لكن ندل على كلامي ذا اللي قبيل أقوله لكم، ندل على أن الشخص في البرامج الواقعية ما ينجح إلا بالرجال اللي مثلكم. شروك الطيب. لازم يا أبو. والله إني صادق. لا صح. أنا في برنامج واقعي لازم أنك أول شيء طال عمرك تكون رجال خاطرك طيب وسيع بطان، رجال ثقة، تتمنى لخويك مثل ما تمناه لنفسك. صح. تمنى الخير لخويك مثل ما تمناه لنفسك. لا تجيني طال عمرك جيت في برنامج 3 شهور، أول 3 أسابيع عينت نفسك أنت التوب. أنا يا مشعل العنزي ولا أنت يا بهاج ولا بسام، أنا الأكثر جماهيرية. أخوياي كيفهم في 60 داهي، انا محتاج دبرون نفسك. اي تاخذ مقلب في نفسك. انا
ما شاء الله علي اقوى واحد جماهيريه اقدر اتحكم في البث الحالي بدونهم، هذا غلط. صح، هذا انت تفقع عنك بيتك، تمسك اصبعك تغزه بعنك لين تحولها بلط. غلط. اخوياك هم اللي ساعدوك انك تنجح، ولا مشعل بهاج بسام لا لاخوياهم ايش يقدر يقدم؟ ما يقدر ابدا. واحد يجي كتكي انا هني الحالي اقول والله جيتكم انا وسويت سويت 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 فعلت 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 تخلف. لازم يكون في فعل ورد فعل. لكن فعل ورد فعل. صح. انا بكون معكم صريح، البرامج الواقعيه اتوقع انكم مثلي، انا ما كنت اتابع برامج واقعيه. اي والله انا مثلي.